اللي بنعيشها أجواء شديدة البرودة. يعني إحنا بنحكي عن أجواء بدها لمة وبدها سهرة آخر النهار والليل طويلة. وشو يعني بدها؟ بدها شوية كستنة، عشوية ذرة، عشوية رز بحليب، عشوية أشياء كتير زاكي غيرها وغيراتها. لكن في نهاية هذا الأسبوع أو في نهاية هاي العطلة رح نلاقي حالنا أصبنا بالتخمة بسبب كل الشغلات اللي زاكي عمالنا بناكلها. فكيف ممكن نحمي أنفسنا من التخمة خلال المنخفض الجوي؟ مرام بشارة أخصائية التغذية، يسعد صباحك يا مرام. صباحك يا رب حبيبتي ريهام. يسعد صباحك مرام. مرام يعني في أجواء الشتوية ما بنقدر نمنع أنفسنا عن أي شيء زاكي وخاصة الشغلات الحلويات. تحكوا لنا يا أخصائيين التغذية كل مقدار معين، ما ناكل هيك وما ناكل هيك. أجواء الشتوية بدها طاقة يعني بدها حلويات، تمام؟ لكن كيف ممكن نحمي أنفسنا من التخمة وخلط كل هاي الأمور مع بعضها البعض؟ أول إيش خلينا نصحح المفاهيم، إحنا بنحكيش تاكلوش. أنتوا بتحكوا لنا كله بس بقدر شوي، طب ما هي شوي باعتبارها أنها تاكلوش يا مرام. صحيح، هلا أنت البداية اللي حكيتيها كتير حلوة. في عنا بطاطا حلوة، في عنا سحلة، في عنا ذرة، في عنا ترمة. وعدي. في عنا كتير أشياء، هلا هاي الأشياء اللي أنت ذكرتيها كتير حلوة، كتير لطيفة، وسعراتها جدا لطيفة، وفيها فائدة كبيرة. وممكن احنا نتناولها كل ليله ما في مشكله، احنا مشكلتنا في الاشياء الحلوه الحلوه، يعني اللي فيها سكر، اللي فيها سمنه، يعني الاشياء المقطره. هلا هاي الاشياء اللي زيادتها يوميا هي بتعملنا التخمه، هي اللي بتعملنا زياده الوزن. اما الاشياء اللي ذكرتيها من ترمس، من ذره، من سحلب، من هاي الامور، يعني اشياء تعتبر كعشاء، يعني ما بتزيد سعراتها عن 300-350 سعر. فهي لو أخذناها بالبرد أول إشي مفيدة جدا، بتدفي كتير، فيها ألياف عالية وبتشبع. هلأ هاي الأشياء لو أخذناها كل مرة بالليل بيكون الوضع كتير منيح وكتير، يعني بتجنب زيادة الوزن في الشتوية. بس إحنا دائما مشكلتنا مع الأشياء اللي بتكون مقلية، مع الأشياء اللي عليها سمنة وأشياء ما عليها قطر. هلأ هاي إضافتها بشكل يومي مشكلة، يعني مثلا قطعة كنافة واحدة فيها 500 سعر، ليه أضيع كل سعرات يومي على قطعة كنافة؟ فهمتي؟ أنا ما بحكي إنه ما ناكل كنافة بالمرة، بس إنه إشي ومنه، يعني مرة بالشهر يا ريهام. أنا لا مش بالشهر، مرتين كل أسبوع. أنا شوفي شخصياً أنا مش من محبي الكنافة عشان أريحك، تمام؟ بس في ناس بتعتبر إنه الكنافة يعني هي زكاوتها في هاي الأيام الشتوية. بس أنا كمان كان القصد يعني من الموضوع إنه هاي اللي حكيتيها تمام، أنا متفقة معك 100%، بس كنك نسيت العشاء يا مرام. ما في عشاء؟ لا ما في عشاء، تعتبر عشاء. لا ما في عشاء يا مرام، احنا بنحكي لك يا مرام فيها الشغلات الزاكية اللي تعتبر تسلية، بس في عشاء بدناش نتعشى يا مرام، بدنا نتعشى يا مرام. فأنا هذا الحديث إنه فعليا في ناس ما بيقدروا يتحكموا بأنفسهم إنه في عشاء، بس في أشياء زاكية، يعني أجواء العيلة الأم مثلا بيكون في بطاطا حلوة، شوية ترمس، شوية شغلات زاكية. بس كمان في عشاء، في مثلا بلاش إذا ما كان في عشاء عند الجماعة في شخص بده يوم يتعشى، فكلياتنا بنقوم نتعشى معاه، صح ولا لا يا مرام؟ صحيح 100% اللي بتحكي فيه. هلا هذا بيعتمد على شو أنا يومي كامل، أنا يومي كله شو تبعته. عشان هيك إحنا كأخصائيين تغذية شو بنحكي؟ غير أسلوب حياتك للصح. أول إشي شرب المي بالشتوية كتير بقل ريهام، صح؟ صح، هذه شيء طبيعي، لانه بصراحه باجواء الشتويه صعب انه نشرب كميات المي المطلوبه اللي بنشربها بالايام العاديه. صحيح، هي جزء من الشهيه راح للاكل بزياده. هلا احنا معوض هاي النقطه شو بنحكي للناس؟ اشربوا مشروبات دافيه اكثر عشان نعوض السوائل، عشان الجسم يدفى وما يطلب اشياء حلوه، لانه الجسم اذا برد بطلب الاشياء اللي هي السريعه، اللي هي السكريات، اللي بطلب الحلو بزيادة. فعشان هيك احنا منزيد الاشياء الدافية، ومنزيد شوية شرب الماء قدر الامكان. هلأ هاي الشهية ها سيطرنا عليها من بداية اليوم، منبلش فطورنا صح، ما منبلش بحلو وهاي الامور وننهي بحلو. فالموضوع كله مترابط، انه انا لازم ابلش يومي صح واكمله صح. صحيح، بقدر وقتها اكمله صح، مش انه ما يعني ما في عشاء، لا عادي تعشوا ما في مشكله. انا يعني مثلا كميه الكربوهيدرات اللي اخذتها خلال اليوم بتكفيني اني اضيف خبز على العشاء، ما فيها مشكله، عادي نتعشى، بس انه كل يوم يكون صح،
مش أبلشه غلط وأنهي غلط، هون أكيد 100% رح تخلص شتوية 5-6 كيلو زيادة. بس 5-6 كيلو تأكدي؟ يعني طيب إذا بدنا نحكي يعني للأشخاص اللي عانوا من التخمة، كيف ممكن نقدم لهم نصائح؟ يعني مرقت فترة شتوية، عطلت أولاد على يومين متتاليين، الكل قاعد موجود، وأكيد كان في شوية تخبيص بالنظام الغذائي، يعني كان في خربطة، يعني ما كان في التزام كامل، خاصة للناس اللي بيتبعوا حمية غذائية واللي فقدوا سيطرتهم على نظامهم الصحي الغذائي، وللأشخاص العاديين كيف ممكن يبنوا نظام صحي جديد من خلال الرسائل اللي ممكن توجهها اليوم في برنامج طلة فجر؟ لحتى فعليا احنا صح جايين على نهاية اسبوع، صح جايين على منخفض، او احنا عايشين في ظل اجواء بارد ومنخفض، ولكن بدنا نوقف وبدنا نبني اشي جديد. صحيح. هلا اهم اشي ما نلوم ونكمل تخبيص، هاي اهم نقطتين. اللي فات خلص، احنا نبلش مثلا صفحة جديدة مع نفسنا، نبلش يومنا صح، نفطر صح، نشرب مية صح، والخضار ما نحاول نحطها بالثلاجة هاي الفترة، تكون برا الثلاجة عشان ما تكون باردة زيادة وما ناكلها. عشان هيك مع كل وجبة يكون فيه خضار. ما ننسى الفواكه، فواكه الشتاء كتير بتساعدنا إنه نحمي أنفسنا، فيتامين سي، فإحنا نضيفها مثلا من الحلقات اللي بنعملها في السهرة. البشار برضو نضيفه من الحلقات اللي بنعملها بالسهرة. الحلو ما يكون كل ليلة كل ليلة، نحاول مرة بالأسبوع نجيبه، ما في أي مشكلة، يعني يكون دايما السهرة فيها هاي المسليات، منه منشبع وندفى ومنحقق انه احنا اكلنا اشي، ونضيف برضو الاشياء الدافية. الاشي الدافي كتير بيساعد ان نحد اول اشي، زي ما بيحكوا انه نضحك على حالنا انه احنا بناكل اشي، فالجسم بيدفى، برتاح نفسيا اني هيني باكل او بشرب اشي، فبنخفف جدا جدا من زيادة الوزن خلال هاي الفترة. أكيد هاي نصائح يعني موجهة لكل المستمعين والمشاهدين اللي منضمين وإيانا حاليا، لحتى فعليا ما نلوم أنفسنا على عدم السيطرة على شهيتنا اللي فقد أو شهيتنا اللي زادت خلال الأيام الماضية، إنما إحنا نبدأ من جديد. مرام بشارة أخصائية التغذية، أكيد كل الشكر لإلك ويعطيك الصحة والعافية، دائما مشجع لإلي. تحكي لي يا ريهام أنت قادرة إنه فعليا يعني تبسط الناس والعالم، فأكيد قادرة انه كمان تبسطي نفسك في انه يعني شوي نتحكم بالنظام الغذائي. يعني في اكثر من حدا حكى لي انه بننصدم انه بتختلف الاجسام من جسم لاخر، ففي شخص انا نظامي الصحي الخاصه بالفتره الصباحيه يعني بيكون منتظم جدا بانه في مي، في خضار، في سلطات، في غيرها وغيراتها، كمان الخبز الاسمر ملتزمة، ولكن الشتوية بالليل طويلة، الليل طويل يا مرام، فهي هاي المشكلة، هي هاي المشكلة يعني يمكن عند الأغلب إنه الليل طويل. إحنا بنلتزم بالنهار كل شيء تمام، ولكن الليل طويل، يعني شوية حلويات على شوية شغلات زاكي ما بنلاقي حالنا. لا 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 يا مرام، ما تفهمينا غلط يا مرام، فأكيد يسعد صباحك يا مرام، يصبحك بكل الخير أكيد. لا، هي مجموعة من النصائح الموجهة للأهل والأصحاب والأصدقاء اللي عمالهم بيسمعونا حاليا، لحتى فعليا يكون نظامنا صحي مبني على توزيع الحصص الغذائية اللي ممكن ناخدها خلال نهارنا من أول نهار لآخر نهار. أنا شخصيا يا مرام ما بحب كتير الحلويات، الكنافة وهي الشغلات الزاكية، يعني تمرية وهي شغلات تعالى. لا، بس إحنا من محبي الخبز يا مرام. الخبز يا مرام دائما نختار اللي فائدته أكبر عشان نشبع أكثر، زي ما حكيتي الخبز الأسمر. هلا الخبز الأسمر كسعرات حرارية نفس الخبز الأبيض، تمام؟ بس هو فائدته كتير أحسن من الخبز الأبيض وبيشبع من كمية أقل. فأنت اعتمدي الخبز الأسمر، أول إشي بتسحبي كمية أقل، وبنفس الوقت إحنا كسبنا شوية فائدة. كل شكر لك مرام بشارة أخصائية التغذية، يعطيك ألف عافية، مشكورة على هذه النصائح اللي وجهتيها لإلنا أولا ومن ثم للمستمعين والمشاهدين، ويعطيك الصحة أكيد. هي نصائح غذائية مقدمة من مرام لكل المستمعين، لحتى يكون عندنا نظام صحي أفضل وأحسن، وما يعني ونحمي أنفسنا من التخمة خلال هذه المنخفض الجوي ونهاية الأسبوع. متواصلين وإياكم مستمعينا. بالنسبة للحظ بتحكينا منى دياب، في حياة أي شخص هو شيء نسبي وغير مطلق، فقد يكون الشخص في مجال من مجال